ألو حبيبتي قليلي، بدي أسألك عن شغلة بابا. ما عم أقدر لاقي مفتاح بيت نازان، شفتوا الشي؟ لا يا حبيبتي، وين بدي شوفه يعني؟ معقول تكوني موقعتي بشي محل؟ شو بيعرفني؟ كيف بدي انتبه لراكي هلأ؟ مين هذا راكي يا بنتي؟ كلب نازلي خانه، كنت رح طلعه اليوم. طيب أنا رح سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. راكي روّي 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 ليك، شايفني حدا سيء؟ ماشي انا ليك، انا مو غريب، شوف انا ابوه لبانو، شوف شوف شوف، ما عرفتني انا ابوه لبانو؟ منين طلع لي هالكلب هلا؟ قولي رح افتح الشباك. لا لا تفتحي الشباك على الحديقة اطلالته، ما بتعرفي انه انا سكرته منشان ما اشوف هي الاخطاء ابنه؟ اوعك ما تواخذيني، معك حق، شفت ملفك. انتي عن جد معك حق. طبعا معي حق، في حدا بيعمر غرفة قدام حديقة؟ معقول هالشي ما بيصير؟ طبعا ما بيتعمر اكيد. طبعا، وحتى برأيي انك لازم تضلي ماشية بالقضية للاخير. طبعا رح ضل ماشية. نحن هون لانه اللي انتي عم تقوليه معك حق فيه، رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. حتى فيكي تاخدي البيت يلي جنب هاد كمان. فينا ناخده؟ منبعته على شي مكان على مأوى عجزة أو شي. يروح يروح، أصلاً ما بيعرف يعمل أكل. لك تخيلوا وقت بيعمل أكل بشم ريحة حريق الأكل وبتقلب معدتي. الوضع صعب. النفسية معاكسة. لا، هي عديمة الشفقة. يروح، أنا بهتم بالبيت وبالحديقة كتير وبدير بالي عليهم. هي هي النفسية المعاكسة. إذا عملنا مثل ما عم تقول. بتمنى إنه ما يكسر الفناجين يلي جبت له ياهن وهو رايح. ليش بده يكسر لك ياها يا خالتي؟ لأنه عنيد ووقح، شغلته إنه يكسر ويخرب وبس. طبعا في فرق 5 سنين بيناتكم. ما تهتم بفرق العمر، عقلي أكبر من عقله ب20 سنة على فكرة وأكثر. فهمت. إيه فكرت فوت فيها من الناحية العاطفية بس ما مشي الحال. طلع فيني، شو عم تحكوا بالهمس بين بعضكم انتوا الاثنين؟ آه لا، نحنا ما عم نحكي بشي يا خالتي، نحنا فهمنا انه معك حق. أنا بحياتي ما شفت حدا معه حق لهي الدرجة مثلك انتي، وتشرفت بمعرفتك، عن جد كتير تشرفت. بس لازم نروح هلأ، ما هيك؟ ايه لازم نروح. استنوا، انتوا بتستاهلوا انه اتصور معكم. ايه طبعا. عطيني